الست سعده برضو ليها سؤال تاني، ان مرات ابنها عليها الدوره الشهريه بتيجي في الاخر يبقى في نقاط او نقط من الدم ولم تطهر بعد، هل هي تغتسل وتنوي الصيام؟ يجب التاكد من حصول الطهر تماما، النقاء التام. القطعه اللي تستقبل هذا الدم تكون بيضاء لا شيء فيها يا صاحبه السؤال. ما ينفعش نقول لا اصل هي بتقعد اول كام يوم تنزل وبعد كده تبتدي تنقط. ما هو ده من الدم، وبعدين هي مش مركبه وسيله، وربما يكون عدد ايام الحيض بتاعها اكتر من 5 ايام. هو مش قاعده يعني ان كل السيدات 5 ايام، في 4 في 3 في 6 في 7. طهر التام اللي يكون بعده ان شاء الله الاغتسال والاستعداد لنية الصيام يا صاحبة السؤال.